السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة البلوشي نائب رئيس اتحاد السباحة. مشكورة جامعة الشارقة لاستضافة بطولة صاحب السمو رئيس الدولة. هذه من أهم البطولات اللي موجودة في الأجندة 2017، ونتأمل أن السنة الجاية تستضيف نفس البطولة، بطولة مهمة تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة. ونكرر ونقول مشكورين، وإن شاء الله القادم أفضل. هذه بطولة صاحب السمو رئيس الدولة في السباحة على مستوى دولة الإمارات، بقيمها اتحاد السباحة في دولة الإمارات بالتعاون مع جامعة الشارقة. هذا الحدث لأول مرة حقيقة في المسبح الأولمبي في عمادة شؤون الطلاب في جامعة الشارقة، وهو حدث مهم جدا. أولا لأنه باكورة التعاون ما بين اتحاد السباحة وما بين جامعة الشارقة، وكذلك في نفس الوقت هو بيعرف الطلاب من مختلف المستويات بجامعة الشارقة، سيختار هؤلاء مستقبلا جامعة الشارقة لتميز الخدمات اللي موجودة فيها، للمرافق الرياضية، للكليات المتنوعة. فهؤلاء الطلاب من مستويات مختلفة، من المرحلة الإعدادية، المرحلة الثانوية، وكذلك من الجامعة. فأكثر من 2000 زائر اليوم إلى جامعة الشارقة وإلى هذا المرفق الرياضي الرائع اللي متوفر فيه كل الخدمات. هذا في نفس الوقت يعرف المدربين السباحة لدينا في المجمع الرياضي في جامعة الشارقة بالطلبة، وبالتالي بيختاروا منهم اللاعبين اللي مستقبلا سيمثلوا جامعة الشارقة في بطولات اتحاد مؤسسات التعليم العالي.